مساء الخير، حنعمل مع بعض يلنجي. حقول المكونات من دون ذكر المقادير بالتفصيل لأني حكتبها آخر شيء. حنحتاج رز مصري منقوع، ورق عنب، زيت زيتون، بصل مفروم فرم يد، طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، بقدونس مفروم، وعندي هنا كمية من النعناع برضو مفرومة، عصير ليمون، ملح وفلفل أسود، وشوية قهوة تركي. في القدر حطيت زيت الزيتون، دحين هحط البصل، أقلبه شوية بس تقليبتين كده في الزيت لين يبدأ يذبل. شوفوا كيف دحين دبل البصل شوية بس، يعني حتى ما صفر ما شقر ما تغير لونه. دحين حضيف نص كمية الطماطم، أضفت نص كمية الطماطم. دحين أضيف الورقيات، البقدونس والنعناع وأقلب. أقلبهم كده تقليبتين وأضيف الرز على طول. دحين أبدأ أضيف الرز وأقلبه طبعا. بعد التقليب حضيف فلفل أسود والقهوة التركي، ملح، ودحين أضيف عصير الليمون. أضيف عصير الليمون وأقلبهم. دحين قلبته تقليبتين والنار شغالة. دحين حطفي النار، والنار مطفية أضيف النص الباقي من الطماطم، أقلبه مظبوط وخلاص كده الحشوة تكون جاهزة. بس أستناها تبرد وأبدأ أحشي ورق العنب. أضفت الباقي من الطماطم، دحين حسيب الحشوة تبرد وبعد كده أبدأ أشتغل عليها. طبعا الحشوة هنا خلاص صارت عندي جاهزة وبديت أحشي ورقة العنب. لما أجي ألفها أخلي الوجه اللي فيه العروق على فوق، والوجه الناعم اللي ما فيه عروق على تحت. حطيت ملعقة صغيرة زي كده من الحشوة في النص، هذه تاني خطوة. بعدين حجيب الأطراف وأتنيها بدي الطريقة خلاص، وأبدأ ألف، وأنا بلف أشد حتى أعيد اللف. أول شيء من الأطراف أتنيها بدي الطريقة، بعدين أجيب اللي تحت وأتنيه على فوق، وأبدأ ألف وأنا بشد. كده صارت جاهزة، هذا اللف خلاص اكتمل. حبدأ ألف باقي الكمية وأرجع لكم. فتحت كم استفسار كده على الخاص بتسألوني عن نوع ورق العنب. أنا أشتري المعلب الجاهز، ما أشتري الأخضر الطازة، لا أخذ المعلب. اسم العلبة اللي أنا أستخدمها تريفا أو تريفا. حصور لكم القارورة كيف طريقة الاستخدام. عادي خرجيها من العلبة، أشطفي ورقة ورقة بالموية، وبعدين أحطيها في صفاية وخليها تتصفى من الموية واستخدميها.
هعمل ورق العنب في قدر الضغط، حطيت أسفل القدر شرايح طماطم، طبعا تقدر تحطي بطاطس بس أنا أحب الطماطم أكتر. هذا ورق العنب ورصيته فوق الطماطم، لازم يكون كده مرة جنب بعض وماسكين في بعض عشان لا يتفك عليكي. هذه أول طبقة، وزيها بالضبط هعمل تاني طبقة وتالت طبقة إلين أخلص حبات ورق العنب. بعد ما خلصت ورصيت ورق العنب، دحين آخر طبقة برضو أحط شرايح طماطم، وبعد كده أحط فوقها تقالة ورق العنب. بعد ما رصيت شرايح الطماطم وقبل ما أحط التقالة هرش رشة ملح. بعد الملح هرش عصير الليمون، وبعدين رشة خفيفة بس من زيت الزيتون، أنا قدي حاطة في الحشوة فهذه رشة بسيطة. خلاص كده تبلت ورق العنب، دحين أحط التقالة بدي الطريقة في النص، وبعد كده حضيف موية مغلية إلين يتغطى فوق ورق العنب تقريبا بأصبع. اليلنجي ما يحتاج موية كتير لأنه مليان طماطم وبصل وحركات زي كده خضار، فحتحلب موية فما يحتاج مثلا تحطي فوق ورق العنب بأصبعين زي اليبرق اللي هو باللحمة المفرومة، حيحتاج موية أكتر شوية. هذا لا، مويته أقل، يعني تقريبا فوق ورق العنب بأصبع. دحين حضيف الموية المغلية زي ما قلت لكم وحضغطه لمدة ساعة عشان ما يسود ورق العنب معاكي، بالذات إذا استخدمتي قدر الضغط لازم ما تفكيه، يعني بعد ما يستوي ما تفكي قدر الضغط، تنسمي البخار اللي فيه وما تفكيه إلين يبرد القدر تماما، ولا حيسود عليكي ورق العنب. أضفت الموية خلاص. لما تضيفي الموية كده بس ميل القدر يمين يسار عشان تتأكدي انه نزلت الموية لتحت. دحين شغلت النار عشان الموية حارة بسرعة حتغلي، ما حغطي الغطاء الين كده من الاطراف اشوفها بدأت تغلي، بعدين اغطي الغطاء واضغط القدر. حوريكم شكلها، معليه هي شكلها كده حيكون شوية مخربط، لكن صدقوني بعد ما تشيلوا التقالة وتصفوا الموية حتلاقوا حبات ورقة العنب كل حبة بحبتها، يعني اللي تفك شيء بسيط بس من الأطراف، واللون حيعجبكم. طبعا خليتها 6 ساعات تبرد، القدر ما فتحته لمدة 6 ساعات. شوفوا هشيل التقالة دي، حيكون في زي المرق، هذا المرق حصفيه في زبدية. بعد ما أصفيه في زبدية أبدأ أشيل حبات ورق العنب وأصفها في صحن التقديم. يعني أنا بصور لكم من القدر مباشرة، صدقوني هذه أول طبقة بس اللي فيها كم حبة رز كده مفرفطة، لكن لو شلنا الطبقات اللي تحت هتشوفوا كيف حيكون حبات ورق العنب زي كده كل حبة بحبتها، وفي نفس الوقت اللون شوفوا كيف يجنن، ما سود نهائيا. ليش؟ عشان ما فتحت القدر. غلط انك تفتح القدر على طول، يعني هو اكيد الريحة حتعبي المكان وحتشتهي تفتح القدر في التو اللحظة، لكن معليش لا تفتحيه الا بعد 6 ساعات عشان تحصلي على ورق عنب زي كده فاتح وحلو وكل حبة بحبتها. تمام خلاص حرص ورق العنب في صحن وارجع لكم. هذه المرقة اللي صفيتها وهذا الطماطم اللي لملمته يعني من الوش. كيف صفيت المرقة؟ ميلت القدر وخليت بنتي تضغط على التقالة، يعني طول ما أنا بميل عشان أكب المرق في زبدية بنتي كانت بتضغط على التقالة عشان ورق العنب لا يطيح، وبس كده خلاص اتصفت بكل بساطة. هيفضل مرق شوية كده في الأخير بس خلاص ما حيضايقك. آخر حاجة بعد ما تشيلي ورق العنب أرجع يصف اللي بيجي من الموية تضيفيه للزبدية. هذه المرقة أحط لها شوية لبن، شوية دبس رمان، وتصير غموس لورق العنب.